النجم المصري محمد صلاح ينصدم ويخرج بتصريحات غير متوقعة عقب الفوز الكبير للمنتخب المغربي على المنتخب المصري بسداسية نظيفة مع الرأفة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل وفي البدايات، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني باللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. تحدث اليوم محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية، وذلك عبر رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهزيمة المذلة للمنتخب المصري من المنتخب المغربي بسداسية في أولمبيات باريس. وكتب صلاح قائلا: هذا هو الفارق بين رجال ومنظومة كبيرة تعمل من أجل التطور والتقدم، ألا وهو المنتخب المغربي، والفارق بين منظومة فاشلة ورجال لا يهمهم إلا الحفاظ على أماكنهم دون التطوير والتقدم. كتب صلاح أيضا: هزيمة متوقعة، فارق كبير بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري، ولكن بسداسية نظيفة مع الرأفة هذا هو حال الكرة المصرية. اختتم صلاح رسالته قائلا: أهنئ الشعب المغربي العظيم، الكرة المغربية تسير في الطريق الصحيح، وأقولها بكل أمانة، المنتخب المغربي حاليا سواء منتخب أول أو منتخب أولمبي لا يقارن تماما بأي حال من الأحوال بأي منتخب إفريقي أو عربي.